السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتسطيل، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله يا رب. بسم الله على بركة الله. فيديو اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة موديل للبنوتات بالثوب ديال الكاشمير. كيف ما كتشوفوا هنا عندي نصف متر فقط، غادي القياس اللي غادي نخدم هو ديال بنيته، قياس سنة، يعني من 6 أشهر حتى لسنة. القياسات اللي غنعطيكم غادي تخدموا بهم. هنا كيف ما كتشوفوا خديت الثوب على الطول ديالو اللي فيه نصف متر وتنيتو على 2 بهذا الشكل هذا، وكنتنيو على 4 وكنخليو 5 سنتيم فيها الكروازي، يعني 4 سنتيم ديال الكروازي البينوار وسنتيم ديال العطفه اللي غادي نديرو. اذا هنا غادي نجي نوضع القياسات ديالي. اول حاجه غادي نوضع القياسات ديال الكتف. في الكتف غادي نوضع 14 سنتيم. هذا القياس كي قلت لكم هو ديال من 6 أشهر للسنه، وكي كتعرفوا يعني الملابس بينوار اولا الملابس كيتلبسوا من الفوق خصهم يكونوا شويه واسعين خصوصا ديال البرد. اذا هنا وضعت 14 سنتيم القياس ديال الكتف، وهنا حددت 5 سنتيم ديال العنق. غادي ننزل من الكتف ب 2 سنتيم، هذه قاعده، وغادي نوضع الطول ديال التركيز. الطول ديال التركيز نفس القياس اللي درنا في الكتف اللي هو 14 سنتيم. وبالنسبه للربع ديال الصدر هنايا غادي ندير 16 سنتيم، وكنرسم هنايا هاد الزاويه قائمه باش نرسم دوره التركيز بسهوله. هنا الطول ديال البينوار درت فيه نصف متر، يعني اللي هي 50 سنتيم، ممكن ديروها ممكن ديروا اقل. درت انا نقص فيها كيف ما كتشوفوا، درت فيها 46، يعني ما درتش الطول كامل باش ما يجيش البنيته يعني عندها فقط 6 أشهر. نتوما الا كانت البنيته مثلا سنه او للطفل، يعني نفس الطريقه غادي تفصلوا به لوليداتكم، فغادي ديروا الطول كامل 50 سنتيم. صافي هنا غادي نقطع. وبالنسبه للعرض ديال البينوار من الاسفل فانا درت هنايا 22 سنتيم. من بعد كنحيد الظهر وكننزل ب 5 سنتيم في العنق، وكندير التعديل على الدوره ديال التركيز ديال الامام. صافي من بعد غادي ندوزو للتفصيل ديال القب. هنا تنيت الثوب على 2، غادي نوضع في الطول ديال القب 26 كيف ما كتشوفوا، وفي العرض غادي نوضع 22. غادي ننزل نفس القياسات غنديرهم من الجهه الثانيه، في العرض من الاسفل 22 والطول من الجهه الثانيه 26. هنا غادي نجي من الجهه المفتوحه من لهي وغادي ننزل ب 7 سنتيم، هذه قاعده. وغادي نجيب العنق ديال الامام، شوفوا معايا كيفاش كنوضعوا بهذه الطريقه، هذه من الجهه السفليه وكنطرسي المنتصف ديال العنق الامام، ونجيب كذلك العنق ديال الخلف وكنوضعوا بهذه الطريقه هذه وكنطرسي العنق ديال الخلف، وكنزيد سنتيم ديال الخياطه وكنصير بخط النقطه الفوق، وكنرسم واحد الدوره ديال 3 سنتيم كندخلوا بها باش كيجينا القب دائري ما كيجيناش يعني متلت. صافي كيجي بهذا الشكل هذا. ومن بعد ندوزو لتصيد الاكمام. كنتني اللي بقى ليا متسوب على 4، وغادي نجيب التركيز ديالي، يعني الفصله ديال الملابس ديال الدراري الصغار يعني راه جد سهله، خصوصا البيجامات وال مازال يعني الالبسه الرسميه مثلا المونطو او شي حاجه كنحتاجوا فيها الباترون. اما بالنسبه لهاد الملابس هادو فممكن تفصلوهم واخا ما تكونوش يعني معلمين الخياطه الا تبعتوا هاد الخطوات. هنا رسمت الدوره ديال التركيز ونزلت بالطول ديالكم اللي هو 30 سنتيم، وغادي ندير العرض ديال الكم 11 سنتيم او 12 سنتيم، يكون شويه واسع لانه كيتلبس فوق الملابس كي كتعرفوا. صافي وغادي نقطع. هنا تسوب على 4، خرجت الاكمام يعني بجوج. واللي بقى ليا من التوب غادي نحاول نخرج منه الحزام، يكون العرض ديالو 6 سنتيم. هنا غادي ندوزو للخياطه، كنجيبو الظهر ديالنا وكنوضعو عليه القطع ديال الامام ونخيطو الكتفين. من بعد كنقومو بخياطة الأكمام، كنفتحو البياسة ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنجيبو لكم كنبداو الخياطة ديالو من واحد الجهة للجهة الثانية.
ومن بعد كنجمعوا البياسه ديالنا بهذا الشكل هذا. من بعد ما كنركبوا الاكمام كنبداو الخياطه ديالها من الكم وحنا نازلين من الجوانب. بنفس الطريقه كنركبوا الكم الثاني. من بعد ما ركبنا الكم دابا غندوزوا للتركيب ديال القب. كنجيبوا القب ديالنا كيف ما كتشوفوا وكنبداو الخياطه ديالو من داك الدوره اللي رسمنا وكنخليو 6 سنتيم كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نقلبوه على الوجه ونديروا هذه الخياطه على الوجه باش هكا ملي نركبوا القب ديالنا ما كتبقاش تبان لينا داك الخياطه الا كنتو ما دايرينش السرجي، وحتى الا كنتو دايرين السرجي ما كتجيش باينه كيف ما كتشوفوا. صافي دابا غادي نركبوا القب مع البياسه مباشره، ما غاديولوش العطفه لان العطفه ديالو غدار مع العطفه ديال البينوار. صافي كناخذوا القب من واحد الجهه للجهه الثانيه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش السرجي. داك سنتيم ديال الخياطه ديال القب مع الرقبه كتنيوه بهذا الشكل هذا وكتخيطوه اولا كتنيوه وكتجيبوا داك الشريط العنكبوتي، يعني واحد الشريط كيتباع في المحلات اللي كيبيعوا لوازم الخياطه، كتخيطوه فوق من هذا السنتيم هذا يكون مثلا في اللون ديال البياسه ديالكم مثلا في الابيض، كيجي مغطي ما كيجيش باين داك الحاشيه ديال الخياطه. صافي دابا غادي نجي من البينوار من الاسفل وغادي نتني سنتيم ديال الخياطه كيف ما كتشوفوا، كنتني جوج مرات وكنبقى غدا وانا كنخيط من الجهه الاولى مرورا بالقب حتى كنوصلوا للجهه الثانيه. صافي من بعد ما سالينا الخياطه غادي ندوزوا للتركيب ديال الجيوب. هنا القياس ديال الجيوب اللي درت فيهم 12 سنتيم على 14 سنتيم. هنا من الطول 14 سنتيم كنتني جوج سنتيم ديال العطفه كنثبتوها بهذا الشكل هذا كتبقى لينا 12 سنتيم. كنجيبوا الجيب في الوسط في المكان ديال الحزام كنديروه وكنتنيو سنتيم من الجوانب كامله ديال الجيب وكنخيطوا. كيف شفتوا الطريقه ديالو جد سهله. صافي من بعد غيبقى لينا العطفه ديال البينوار من الاسفل والعطفه ديال الاكمام غادي نخيطوهم وهكا كيجي الشكل ديال البينوار. من بعد ما خيط له الحزام ديالو كيجي الشكل ديالو رائع وكيوت زويون سهل، ممكن لاي مبتدئه في الخياطه انها تخيط لوليداتها. كي قلت لكم نص الطريقه كديروا للوليدات وحتى البنيتات، يعني فقط كيتغير الشكل ديال الثوب. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم ونتلاقاو فيديو جديد. بسلام عليكم.